طبعا أهل مكة أدرى بشعابها، جيمي دائما أكيد يعلم أكثر مني، ما في شك في ذلك، لكن دائما يجب النظر على المشكلة الأساسية أين بدأت. المشكلة بدأت مع الصعود المفاجئ للفوائد نظرا للتضخم الذي حصل. حدث هناك زلزال، هذا الزلزال نعتقد أنه فعلا انتهى، لكن سيكون له تداعيات أو ارتدامات مستقبلية بدون شك. ما هي هذه التداعيات برأيك؟ هل نتحدث هنا عن قواعد أكثر صرامة للقطاع المصرفي الأمريكي؟ ما هي العناوين الرئيسية الممكن أن نتعلمها من هذه الأزمة، وخاصة فيما يتعلق بسرعة نقل الأموال هذه الأيام يلي أصبحت سريعة جدا ومختلفة عما كانت عليه سابقا؟ طبعا مع التغير في اقتصاديات العالم وخصوصا التكنولوجيا أصبحت المعلومة تنتقل بسرعة أكبر، وهناك تكون تداعيات أسرع بكثير. غدا سيقرر البنك الفيدرالي نتوقع 0.25% زيادة في الانترست ريت ثم يتوقف. ماذا يحصل بعد هذا سيحدد إلى أي مدى تتجه الحكومة الأمريكية في إعادة صياغة قوانينها، سواء الفيدرالي القبول ب 2% كالاستمرار على 2% كهدف التضخم أو زيادة تغيير ذلك. لا نعتقد أن يتم التغير بعد ذلك، لكن فيما يخص البنوك سيكون هناك أكيد أكثر صرامة في كيفية إدارة هذه الأصول من وأموال المودعين من قبل الحكومة الأمريكية. Too big to fail كانت هي المشكلة الرئيسية، والآن هناك أكثر بنوك تواجه مشاكل، لكن لاحظنا زي ما ذكر اليوم الدكتور محمد العريان خلال المؤتمر يتطلب أن يكون هناك مرونة في أي عمل تجاري، فالمرونة الموجودة في أمريكا تمكن النظام المالي من اتخاذ قرارات سريعة، وزي ما حصل خلال الأسبوع عطلة الأسبوع الماضي بشراء جي بي مورغان لفيرست ريبوبليك. وبالتالي هل هذه المرونة سوف تنقذ الولايات المتحدة من موضوع سقف الدين؟ هل ترى أنه هذه المرة هناك مخاطر فعلية فيما يتعلق عدم التمكن من رفع سقف الدين أم لا؟ سوف يتم احتواء هذه المشكلة مثل كل مرة سابقة؟ من المؤكد هذه عملية سياسية، سيكون هناك تفاوض كبير في هذه العملية السياسية، قد تستغرق بعض الوقت، وقد نشاهد تخفيض للتصنيف الائتماني لأمريكا، لكن هذا شيء حيكون مؤقت. لا يزال الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد وأكثر مرونة في العالم. طيب سيد عبد المحسن، في ظل كل هذه المعطيات وأنت متواجد اليوم بالأسيت ألوكيشن كونفرنس، بالتالي ما هي الاستراتيجية الأفضل فيما يتعلق بإدارة الأصول حاليا؟ طبعا الاستراتيجية الصحيحة دائما هي تنويع الأصول، لكن انتقاء الأصول في أوقات مختلفة على حسب الظروف الاقتصادية. فعلى سبيل المثال اليوم لو نظرنا إلى ما حدث في العقارات في أوروبا، لو أخذنا مؤشر 600 أكبر شركة في أوروبا، هناك انخفاض كبير ما يقارب 60% في هذه الشركات نظرا لزيادة الفوائد بوتيرة عالية. رخصة اليورو يمنح المستثمرين فرصة جيدة للدخول إلى أوروبا بأسعار أفضل، هذه أحد الأشياء اللي ننظر لها اليوم. نستمر في الاستثمار في الدين الخاص، وخصوصا مع زيادة الفوائد يمكن تحقيق 5-6% أكثر من السندات من خلال الدين الخاص، وكذلك نستمر في الاستثمار في الشركات الخاصة ما يسمى بالبرايفت إكويتي. إمكانية المستثمر من الاستثمار في 10-20 شركة سيمكنهم من تحقيق عوائد جدا ممتازة خلال 3-5 سنوات القادمة.